اللهم بارك. جربت دابا سلقات اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الاخوان غادي نضرب البيست مع اخ اشرف زولاتي. اول حاجه نديرو ليسونس، درنا ليسونس وشدينا الطريق. البلاصه اللي غادي ليها كتواجد في تطوان، وبالاخص في الجبال ديال تطوان. غادي ندوزو على جبل درسة مرورا بالحزام الاخضر. صراحه الاخوانات تكون اول مره في حياتي نضرب الاوفرود، واول مره نطلع بموتور لهذا القناه، حيت كيبغيو الموتور يكون طريف. بقينا طالعين طالعين حتى دزنا من واحد الدروبه يفكروك في الحوام اللي كاينين في البرازيل. علام هنا دابا انا في تطوان وكنطلعش لهنا بزاف. نقدر نقول لك هذه ثاني مره كنوصل لهنا. ترى الطريقه ديال الراس راه اوف رود. تعال ناخذ دابا شحال جوج ثلاثة. اللهم بارك. القاية سير سير. واو واو. اللهم بارك. واو اخوان عرفتوا على فيو كاين هنا ولا؟ شوف 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 شوف. باور ويلين سير سير هادي سير سير. وصلنا البدايه ديال البيست او نسميوها المغامرات. واحد الاحساس في اشكال السوقان مبدل وغلط بسيط، غادي تلقى راسك جالس في الارض، ولكن ماشي مشكل، اكسبيريونس جديده تزاد في السي في ديالنا. فين لاباس؟ مطفاه؟ مطفاه ما غيحبسكش الدران كاع. شوف حاجة صعبة أخرين، هادو شدو. حيت إلا طاح أول حاجة يتهرسو هنا خارجة فيها القطة. فيها البوطون. عاد داروها ولا؟ فيهم الإكس فيهم. ياه. حنا طالعين والقضية كتصعب، وفي المقابل كتزيد زين. وما ننساوش البيني للطائر كالمحاربة اللي غادي تدينا لواحد البلاصة أول مرة نشوفها. سماكم مرة غادي واقف ومرة جالس، وضارب حسابي وحاضي جنابي لنجيب الربحة ونولي ضحكة. أما واحد أشرف زولاتي تبارك الله عليه عنده هادي كلها. أتكبري وي 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 باقي خدامة. جربت دابا سلقات ما دايرش اللي كاتان مريسك بحياتي انا الصراحه. سيركويت زولاتيات. واحد الملاحظة، الطريق في الفيديو كتبان سهلة وغير وطية، أما هي في الحقيقة كاملة عقبة ومحفرة وعامرة حجر. سيركويت زولات يا علاء. سيركويت ديالك. أنا كنتريني في واحد القلعة على تبان لك. هذيك شوية خاصة تما كنطلع. نمشيو بالأخرى اللي خلينا لها. هاهاها 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 هاها
اه شنو هذا؟ ما علينا، بقينا تقريبا 20 دقيقة وحنا غير طالعين، وتخيلوا معايا كي غادي تكون الأجواء هنا في فصل الربيع. وعالم هنا صح. هاد المرة زاوية التصوير